ماشي يا سيف، هصدقك لحد لما تحصل حاجة تانية تثبت لي العكس، واتمنى ان ده ما يحصلش. ها قولي، ايه تفسيرك في ان الصياد لسه عايش؟ يا حمدي باشا، انت مالكش اي سلطة عليا، وانا مفيش اي دافع يجبرني ان اجاوب على سؤال زي ده. انا ممكن اقولك بمنتهى البساطة انا ماليش دعوة، شوفوا شغلكوا عدل. وفعلا انا ساعدت في الموضوع ده على قد ما قدرت، هعمل ايه تاني؟ انت عارف ان هو لسه عايش ومش عايز تساعدنا علشان لسه بتدور عليه وعايز توصل له لوحدك. انا مش فاهم، هو مش ساعدتك اول ما جيت؟ قلت انك مش هتضغط عليا عشان تخليني اساعدكوا. بلاش تساعدنا يا سيف، خلينا احنا نساعدك. شاركنا يا اخي، بس مشاركة حقيقية، وانا اقسم لك بالله ان انا هخليك تنتقل من الصياد بالطريقة اللي تريحك، حتى لو هترفض من شغلي.